بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على محبتك وزدنا قربا منك يا كريم يا سميع يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ناخذ الآية 82: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم كبير والشرك، أما ظلم آخر فحشاء والمنكر، أما ظلم شات الزور، أما ظلم تولي يوم الزحف، وألم مشاعر. هنا أعلى نميل أكثر، هنا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي الشرك. هذا الآية دي متصل بأختها التي سبقتها. مش ماذا يمنعني فماش ظلم، أنواع ظلم أخرى أذكر لبعض منها. الذين آمنوا ولم يلبسوا، والالباس هو كنايه على القرب والالتصاق. اذا كان انت مؤمن وتشرك فانت ظالم لنفسك، لا ايمان لك بل شرك لك، لا عاقبه طيبه لك، ولن يجوز ان تكون من الامين ابدا ما لم تعد الى الرحمن الرحيم وتصرح بعقيده ثابته ان لا اله الا هو ولا شريك له. نعود بفضل الله تعالى.